أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواصم من محافظة قنا طبعا، وبالتحديد من مدينة نجع حمادي، وتزامنا طبعا مع يعني أعياد رأس السنة الميلادية. طبعا يعني تظهر وتبدأ في الصدور يعني الاحتفالات والهدايا، ومن أشهر الهدايا طبعا بابا نويل، دباديب بابا نويل زي ما احنا شايفين معانا، والبوكسات الخشبيه، بوكسات الهدايا، بالاضافه لاشجار الكريسماس يعني ذات الاشكال والالوان والاحجام المختلفه. تفاصيل اكثر طبعا عن ابرز الهدايا واحدث الهدايا اللي ظهرت هذا العام، سواء شجره الكريسماس او بابا نويل او طبعا يعني البوكسات وغيرها من الهدايا، نتعرف عليها النهارده طبعا من داخل احد المحلات هنا في مدينه نجع حمادي شمال محافظه قنا. السلام عليكم. اتعرف بحضرتك. بولا مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب السبوله. يعني طبعا تزامنا مع يعني السنه الميلاديه الجديده واعياد الميلاد المجيد طبعا، وظهور طبعا الهدايا من شجر الكريسماس وبابا نويل وغيرها من الهدايا، عايزين نتعرف على الهدايا دي واحدث التجاليع والهدايا اللي ظهرت هذا العام. في عند حضرتك بص، تبدا معاك من اول حاجه الدباديب طبعا اللي غنى عنها في موسم، موجود عندك دباديب الكريسماس، موجود بابا نويل، عندك الجبيل، الحاجات دي بتغني وبتنور، موجود كل المقاسات اللي وفر منها فوق الخمس مقاسات، موجود عندك ايس مان، في عندك الشجر دي دباديب ايس مان دي، ده الكبير اللي فوق ده بابا نويل، تنزل تحت عندك اللي عندك بعدين ايس مان من تحت، في عند حضرتك برضه على الستاند الثاني عند حضرتك هنا برضه تشكيلات جميله جدا بابا نويل، عند حضرتك ايس مان، عند حضرتك برضه بابا نويل، في طبعا الهدايا بص حضرتك دي اسمها ايه دي؟ بابا نويل برضه، ده بابا نويل واقف الكلام ده برضه بيغني وبيرقص، في عند حضرتك الغزاله المقاس الكبير والمقاس الصغير، في عندك ايس مان بمقاساته كلها، في عند حضرتك طبعا حاجه مميزه السنه دي من طب احنا عرفنا انه بابا نويل بيغني وينور زي كده، عاوزين نشوف كده بص حضرتك طبعا زي ما شايفين حضراتكم اشكال يعني مختلفه لبابا نويل هنا طبعا، هنا زي ما شايفين حضراتكم بيغني وينور، يعتبر ثاني مقاس في مقاسات اكبر من كده حضرتك، مقاس اكبر زي المعلم عند حضرتك ده طبعا زي ما شايفين بابا نويل، ده شكل من اشكال بابا نويل بيغني وينور زي ما حضراتكم شايفين معانا، بس يعني الاضاءه هنا مش ظاهره هنا، ده احد الاشكال طبعا واحد مظاهر الاحتفال والهدايا المعروفه في بدايه السنه الميلاديه الجديده زي ما شايفين طبعا بابا نويل، ده احد مظاهر الاحتفال واحد الهدايا، وادي الاشكال مختلفه من بابا نويل والغزاله وغيرها من الاشكال زي ما انتم شايفين معنا. اسعار الدباديب بابا نويل وغيرها من الاشكال تبدا من كام من كام لكام تتراوح اسعار؟ اسعار عندنا حضرتك اقتصاديه جدا، عندنا ممكن من 20 جنيه تبدا تشتري عندك هدية، 20 جنيه تبدا تجيب حاجه لبابا نويل عندك، ممكن تقفل بوكس، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوعي ظروف الناس الفتره دي، فدي اسعار اقتصاديه جدا يعني، تقدر حضرتك تطمنها في اي وقت تطلع اسعار، في عندك متوفر البوكسات الخشب بص كده مع حضرتك، ده يعتبر يعني من احدث التجاليع اللي ظهرت السنه دي، الحاجات اللي طالعه بص حضرتك عندك البوكس، عندك ماري كريسماس من فوق هنا، عندك تفتحه كده حضرتك من فوق، عندك هابي نيو يير 2024، عندك تفتحه كده حضرتك هتلاقي عندك برضه فكره نظام ادراج هنا من جوه. جميل. موجود بقى ممكن ده بعد الهديه بيتقدم كانه حاجه تفضل في البيت لذهب تعتبر خزانه كده في البيت. بالظبط، وتفضل حاجه ذكرى، حاجه جميله جدا يعني. حضرتك بيتقفل كده بيبقى حاجه منظر يعني جمالي. بيتقفل حضرتك ومعاه منظر لافت كده يعني. بس حضرتك. دي نفس كله نفس التصميم ده. في حضرتك اختلاف الالوان. عندك ده. الالوان، في عندك البوكسات العاديه برضه متوفره، دي البوكسات يعني الموجوده دي، لكن ده البوكسات الخشبيه دي هي الاحدث هذا العام زي ما شايفين حضراتكم طبعا، يعني مع تزامنا مع قرب السنه الميلاديه الجديده بدات تظهر هنا في محلات محافظه قنا اشكال جديده من بابا نويل زي ما حضراتكم شايفين معانا، بابا نويل اشكال مختلفه
منها اللي بينور ويعني بيغني وأحجام مختلفة زي ما حضرتكم شايفين معانا في البث المباشر. هنا طبعا برضو الغزالة وأشكال تانية مختلفة. طبعا احنا يعني البوكسات دي الأحدث السنة دي، أحدث حاجة ظهرت السنة دي. اللون الأحمر طبعا مميز، عندك بالليف اللي بتاعه الكريسماس البيضة اللي جواه نفس الشكل المصري برضو، عندك اللي هو برضو شايفين طبعا الادراج. حط هنا بقى الدبدوب بابا نويل، حط هنا حاجات وجوه مثلا الشوكولاتات بقى، بعدين ممكن الادراج دي بتتقلب بقى حاجات الادراج ذهب والكلام ده، بتفضل حاجه ذكرى في البيت يعني ما تتشالش. استخدمها كخزنه كده يحفظ فيها الحاجه في البيت. بالظبط مظبوط حضرتك. طبعا يعني عيد الميلاد او السنه الميلاديه الجديده طبعا لا غنى عن شجره الكريسماس، طبعا دي من احدى المظاهر اللي بتميز طبعا عيد الميلاد وبتميز السنه الميلاديه الجديده. احنا شايفين اشكال مختلفه، كلمنا عن شجره الكريسماس واشكالها واسعارها ايه. موجود عندنا اول حاجه من عندك الشجر التل الصغير خالص، عندك برده من شجر، عندنا المقاسات من اول 30 سم لغايه 2 متر 40. من 30 سم لغايه 2 متر 40 موجود كل المقاسات، موجود الاخضر الساده، موجود الوينفر السادة والأطراف، وفي حاجات تلج وحاجات سنوبر، حاجات لوكس عالية جدا تبقى موجودة. ناجح حمادة احنا الوحيدين اللي بنقدر نوفرها، متوفر عندك كل المقاسات. يعني بص حضرتك كده على الشجر الموجود. الأسعار هنا كام الأشجار؟ الأسعار عندك حاجات بتبدأ برضو نفس الفكرة، عندك من 25 لغاية المقاسات الكبيرة دي كل حاجة بسعرها. موجود برضو الوينفر، موجود السادة، موجود أشكال كبيرة جدا زي ما شايفين حضراتكم. طبعا يعني أشكال مختلفة من أشجار الكريسماس زي ما شايفين حضراتكم، وأحجام مختلفة تبدأ من 25 جنيه زي ما حضراتكم شايفين معانا. شجرة الكريسماس شجرة دائمة الخضرة، لا تسقط أوراقها طوال العام، ولذلك تم اختيارها لبداية العام الميلادي الجديد. طبعا هنشوف حاجات تانية وهدايا خاصة بالسنة الميلادية الجديدة. هنا موجود عند حضرتك نبدأ بتشكيلة رهيبة جدا من زينة الشجر. الكياس دي كلها عندك زينة، تشكيلة مش موجودة في أي حتة وبأرخص الأسعار عندنا موجودة. اللي هي بس هنا دي؟ ده كله. دي الزينة دي. التشكيلة دي كلها مفيش أي حاجة. دي عبارة عن إيه دي؟ أشجار دي ولا إيه؟ دي بتتعلق على الشجرة. موجود عندك أول حاجة النجوم، الكور، عندك أشكال شجر، حاجات خشبية برضو، ديكورات للشجر. نشوف الحاجات دي ممكن تطلع. اتفضل شوف اللي عاوزه براحتك. دي حاجات خشبية برضو، تعليقات على الشجر تتعلق. في عندك من أول حاجة النجوم اللي على الشجر، موجود عندنا النجوم العادية، موجود عندنا النجوم دي أشكال البرونز. الزينة دي اللي بتستخدم في الاحتفالات. دي النجوم فوق الشجر. موجود عندنا برضو تشكيلة رهيبة من تشكيلات البرونز اللي على الشجر، تشكيلات البرونز. بعدين تيجي التشكيلة رهيبة برضو من الأجراس، عندك الطبل، عندك أشكال بابا نويل، في كل المقاسات وكل الأحجام والأشكال الموجودة. الأشكال بابا نويل كده صغيرة. في عندك حاجة زي كده، ده بيجي لوحده، في عندك بتيجي مجموعة صغيرة. دول ستة مع بعض الكيس. طبعا أشكال مختلفة، أشكال صغيرة من طبعاً بابا نويل وأحجام مختلفة. في عندك حاجة زي كده بيجي لغاية الكبير برضو. أفتح على حضرتك الواي فاي أفضل؟ لا ندخل تاني طبعا، يعني عذرا لانقطاع الشبكة طبعا نظرا لضعف الشبكة داخل المحل. نستكمل مع حضراتكم طبعا باقي الأشكال وأشكال الزينة وأشكال الهدايا في رأس السنة الميلادية. زي ما قلنا لحضرتك موجود عندك تشكيلة كاملة متكاملة من كل حاجة تخص الشجر. دي أشكال الزينة اللي بتزين بها شجر الكريسماس. بالظبط، بتدي ألوان للشجر وبتبقى حاجة زينة. موجود عندك من أول النجوم لغاية الطوبل بابا نويل، كل تشكيلة مش هتلاقي حاجة ناقصة مش موجودة عندك. ده لبس بابا نويل طبعا. ده لبس بابا نويل، متوفر الفساتين، متوفر البدل من أول الشهور لغاية 15 سنة، موجود متوفر كل المقاسات منه. أسعاره تبدأ من كام؟ عندك الأسعار برضو تعتبر حنينة، أسعار تعتبر من السنة اللي فاتت. يعني عندك مثلا حاجات تبدا من 70 مقاسات الشهور لغايه مثلا المقاسات الكبيره، موجود العادي وموجود القطيفه برده، كل ده موجود. في عندك الطراطير، عند حضرتك الطراطير اللي بتنور، اوري حضرتك برده في موزه. دي عندك الطراطير اللي هي بتنور، هشغلها لحضرتك. الطراطير بتنور زي ما شايفين حضراتكم معانا في البث المباشر. دي حاجه من الطراطير الموجوده عندنا،
كل حاجة متوفرة عندنا في سيلفيا بأسعار زمان. هنا زي ما شايفين دي يعني أشكال الطراطير، ده شكل طرطور يعتبر طبعا من خمسة. فرج على وفرج حضرتك، احنا هناخد وقت البث المباشر كله. موجود عندي خمس أشكال موجود عندي وسط حضرتك. ده شكل جديد السنة دي متوفر عندنا في سيلفيا بس، شكل الغزالة. ده شكل حاجة لوكس متوفر برضه. أفرج حضرتك على حاجة شكل لطيفة برضه. حضرتك الخامات دي مش هتلاقيها في اي حته، دي اشكال مختلفه طبعا للطراطير زي ما حضرتك شايفين. خام عطيفه حاجه عاليه جدا وشكل شيك. ده الخامات العاليه من الطراطير. موجود برده الطراطير الضفاير العاديه، موجود الطراطير الساده خالص موجوده. موجود عندنا برده من الفرش اللي تحت السجاده، فرش السجاده موجوده. ايه يا باشا، ده المفرش اللي بيتحط بيبقى تحت السجاده، تحط عليه بقى زينه برده تكمل عليه اللي انت حابه. جميل. ده اللي تحت السجادة. انا شايف اشكال يعني شجره الكريسماس هنا، في اشكال مختلفه. ده اشكال برضو. شجر برضو ده بيبقى انتيكا للمكاتب والكلام ده. ده برضو بينور بيبقى شكله تحفه، بيدي نور للاضاءه. شايفين حضراتكم طبعا اشكال شجر الكريسماس هنا، اشكال صغيره كانتيكات لي على المكاتب، يعني بتنور زي ما حضراتكم شايفين معانا في البث المباشر. تبدا بعدين عندك حضرتك حاجات انتيكات المكاتب، عندك من اول النجوم اللي بتنور، عندك الكلام ده زي ما شايف حضرتك هي منوره، عندك فوانيس بتنور، عندك بلورات الكلام ده بينور برده، اشكال ملاهي، تشكيله بابا نويل رهيبه، تشكيله انتيكات مكاتب، عندك حاجه زي كده دي بتشتغل زي ما انت شايف حضرتك. اشكال لطيفه جدا هتبقى مناسبه للاطفال، مناسبه للانتيكات. الكلام ده حضرتك تشكيله المكاتب مش موجوده في اي حته غير عندنا. عندك برده اشكال قطرات، اشكال كنايس، في موجود حضرتك شمع على اشكال بابا نويل برده. هنا طبعا شمع، ده شمع بيشتغل فعلا، ده شمع يعني بإضاءة، لا بيتولع بيتولع بالنار، يعني بيتولع بالنار وبيبقى شغال كأنه شمع برضو للناس اللي بتحب الجو الهادي. ده تم تنفيذه على شكل بابا نويل بالظبط. في اشكال بابا نويل، في منه اشكال شجر، في منه تشكيله تاني برضو. دي حاجه حضرتك موجوده. دي اسعارها كام دي؟ دي عندك حضرتك تبدا من اول 15 جنيه. تمام. والانتيكات دي اسعارها تتراوح ما بين كام لكام؟ الانتيكات على حسب الحجم، عندك حاجات تبدا من 40، حاجات تبدا من 50، عندك حاجه زي كده. دي حضرتك حاجات تبدا معاك من اول 15 جنيه. تمام. اشكال شجره، دي منها الصغيره وفي منها الكبيره اللي هي الخشبيه دي. متوفر عندك كل الاشكال والمقاسات منها. دي حاجه برده لما تبقى على المكتب حاجه شيك جدا جدا كده قدام حضرتك. دي حاجه موجوده. موجود عند حضرتك برده تشكيله من الزينه الفاكيو للشجر، الحاجات اللي زي كده، العلب، الكور والكلام ده والزينه. دي حاجه تشكيله كور عند حضرتك. متوفره اشكال عندك بابا نويل اللي فوق دي، اشكال بابا نويل اللي فوق دي متحركات. اه دي حاجات تتحرك وبترقص وتغني وبتبقى اشكال لطيفه جدا، كل واحد فيهم بيعمل حاجه مميزه. يعني انا هوري حضرتك لحاجه طالعه ترند الفتره دي. طبعا زي ما شايفين حضراتكم اشكال مختلفه لبابا نويل، هنشوفها دلوقتي حضرتك على حاجه مميزه. عندك حاجه مثلا زي الحبل ده برده شغاله حضرتك. بص حضرتك هيطلع لاخر الحبل وهينزل تاني. بابا نويل متسلق. بالظبط. بس عشان ايه بتحشف حاجه يبدا ينزل تاني تحت. دي حاجه موجوده حضرتك. في عند حضرتك حاجه تاني لطيفه زي كده برضه. اتاكد بس ان هي فيها حجاره. اركب لحضرتك ليها حجاره طيب على بال ما تفرجهم على حاجه تاني. أعزائي المشاهدين زي ما شايفين طبعا يعني أشكال مختلفة من الزينة والأنتيكات هنا، يعني تتزامن وتتوافق مع عيد الميلاد المجيد واحتفالات رأس السنة الميلادية زي ما حضراتكم شايفين معانا في البث المباشر. بص حضرتك دي برضه فكرة تاني مميزة، تفضل ثابتة كده، يبدا يخش ويطلع من البيت. دي حاجه متحركات عند حضرتك، تشكيله بص كل حاجه مميزه، بتعمل حته حاجه مميزه فيها.
زي كده تمام. خليك شاب هو حضرتك. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، كنا معكم طبعا يعني في جولة هنا داخل مدينة نجع حمد، تعرفنا على يعني أشكال الهدايا أو هدايا رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد هنا في مدينة نجع حمد شمال محافظة قنا. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.